وبغض النظر مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى مؤتمر صحفي لوزير الدفاع الأمريكي. النساء في هذه الوظائف تعلمون أيضا الحاجة إلى اختيار أو عقد خيارات مهمة وأهمية إعادة إنعاش تحالفاتنا وشراكاتنا. ونعلم أيضا أن هذا الدعم سيكون جاهزا للقتال والفوز إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن نعتقد أيضا أن هذا النداء الأول يجب أن يكون للدبلوماسيين الذين يحظون بدعمنا. نحن في قيادة متينة ورائدة، هذه القوة التي تأتي من العمل في الفريق والتعاون، وهذا التعاون بين الدبلوماسية والقوات العسكرية في ظل هذه التحالفات. وبناء على ذلك سترد حكومتنا على الجائحة وتستجيب لها لرفع التحديات الكبيرة التي نعيشها في العالم. شكرا سيدي الرئيس على هذه الزيارة اليوم، وشكرا على ثقتكم وعلى حسن إرشادكم. سنبذل كل ما في وسعنا لنضمن أنك حضرتك والسيدة هاريس موجودان في هذه المنطقة في هذا المنصب، منصب القوة الرائدة. ونحن وكل العمل الذي نقوم به من أجل الدفاع عن بلادنا ولندعم الأمريكيين ودعمكما غير المشروط لكل أعضاء الجيش وقدامى المحاربين. شكرا، وسنحارب معا من أجل الحفاظ على قوة عسكرنا، هذه القوة القوية والمتينة على المستوى العالمي. وأنا أتطلع إلى العمل معكم من أجل التطرق إلى هذه التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا. السيد الرئيس، السيدة نائبة الرئيس، شكرا على هذا الشرف، شرف زيارتكم. والآن أيها السيدات والسادة، إليكم نائبة الرئيس السيدة هاريس. These guys are tall. Thank you, Secretary Austin. شكرا أيها الوزير أوستن على هذا الترحيب الحفيف وعلى هذه الريادة المرموقة، ولكل الموظفين في البنتاغون المدنيين والعسكريين. شكرا على التزامكم وعلى تهذيبكم وعلى سعيكم لحماية بلادنا. زرت عدة قاعدات في البلاد وفي أفغانستان أيضا. كل من التقيت بهم هم هؤلاء الجيوش الذين لا يركعون أمام التحديات ولا يخسرون الطاقة، لكنهم يدافعون عن بلادنا، يردعون كل الأعداء، وربما يقومون بذلك في بعض الأوقات في بعد كيلومترات وألاف الأميال عن بيوتهم. إن حمضكم النووي يشتمل على روح التضحية، وهذا يحدد طبيعة عملكم، يحدد كيف نحن نقود الريادة العالمية اليوم مع هذه التحديات العالمية الصحية والمناخية والأمنية الشخصية والأمنية السيبرانية. نعمل كلنا ويحظى بأهمية كبيرة وبتبعات كبيرة الرئيس. وأنا اليوم نحن هنا لنقول لكم أننا بجانبكم ونحن بجانبكم ندعمكم ونعمل لأجلكم. أنتم الأفضل، الأكثر شجاعة، الذين يحاربون ويدافعون ويناضلون. إن النجاح لا يأتي فقط من التدريب ومن التجهيزات، هذا أمر مهم نعم، ولكن يأتي أيضا من الوضوح والرؤية المستنيرة والبعثة والرسالة والاستراتيجية والتكتيكات. لا يأتي فقط بالقوة، ولكن عندما سنحارب ويجب علينا أن نحارب سنحارب وسننتصر، ولكن المهم
يحترم أيضا التطورات والمبادئ الديمقراطية. هذا ما نتعهده لكم، سنكون في خدمتكم ونحن ننظر إلى كل تضحياتكم ونحن ندعمكم، ندعمها لأن نجاحكم يضمن أمن بلادنا، لأن نجاحكم يضمن نجاح بلادنا. أن هناك قائد كبير ذكي، وهناك قادة كما وهناك أيضا قادة يعلمون من الخبرة كل الحمل الملقى على عائلتكم، وهذا مدعاة للفخر وللاحترام احترامكم. إن هذا الشهر هو شهر التاريخ الأسود، نحن نحتفل بذلك، نحتفل بهذا الجزء من التاريخ الأمريكي، ونرحب أيضا ونرسل التحية إلى كل الجيوش وأعضاء الجيش من البشرة السوداء الذين حاربوا ببسالة. هؤلاء الأمريكيين الذين صنعوا التاريخ والذين لبوا نداء الحاجة واللزوم، نعم هم صنعوا التاريخ وهم خدموا خلال التاريخ كما أنتم تخدمون اليوم. وقبل أن أعطي الكلمة للرئيس، عندما بدأت في أوهايا والتقيت بأحد أمهات أعضاء عضو في الجيش، السيدة أم شيلة، التي كانت فخورة بابنتها، أرتني صورة عن لشيلة وقالت لي بإرسال رسالة إلى شيلة، وقلت لها أنني ممتنة وأن أمريكا كلها ممتنة لخدمتها. وطبعا الرئيس رئيسكم وبلدنا فخور، عسى الله يحميكم ويحمي أمريكا. شكرا لنائبة الرئيس. والآن اسمحوا لي بقول بعض الكلمات قبل أن يتحدث السيد الرئيس، وهذه الكلمات تخص العائلة. كما تعلمون يا سرني أنني عملت مع السيد بو عندما كان مسؤولا في العراق. كان بو جيشيا طيبا، وعلمت ذلك في أول لحظة التقيته فيها، وإن كلنا نظرنا إلى السيد بايدن ونظرنا إلى هذه البسالة واعتنينا به ورأينا هذا الالتزام، وهذا الالتزام يشرف في العائلة. قبل اليوم الأول في البيت الأبيض، إن السيدة بايدن أعلنت أنها ستعيد إطلاق هذه المبادرة الخاصة العامة لدعم عائلات قدامى المحاربين، وهم بشكل خاص. ثم الدكتور فاوتشي شارك في التطرق إلى أوجه القلق التي تراودهم في حيال اللقاحات. إذن عائلة وأسرة بايدن تعلم كيف تتم خدمة البلد، يفهمون معنى التضحية ويعلمون كيفية الاعتناء بمن اعتنى بهم في السابق. أنا أعلم أن الرئيس بايدن يشغل باله ويشغل باله كيفية حماية أمريكا من خلال هؤلاء النساء والرجال الذين يحملون هذه المسؤولية الجوهرية الثقيلة. And we are enormously grateful for